يا راجل ما شاء الله عليك، ما شاء الله. انا الدورة يعني مشت معي بسهولة، عشان انا في التحليل الموجي، يعني كنت دارس التحليل الموجي بقالي فترة ومتابعك من زمان، فعشان كده انا الدرس اللي بشوفه خلاص ما مش محتاج ارجع له تاني، الحمد لله يعني ربنا يديك الصحة. انا دلوقتي ببص على الشارت، اي شارت، حتى لما انت كنت بتحط تحليلات للشباب، اي شارت انا بحلله قبل ما الشباب يحللوه، بيطلع تحليل زي تحليلك بالظبط. الحمد لله ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك بروفيسور. قبل البدء أدعوكم للاشتراك في قناة تليجرام مجانية، هذا هو رابطها، تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة. لا تأخذوا لا هذا الاسم ولا الصورة، نصابين كثر ينتحلون شخصيتي، انتبهوا من هذا الأمر. اضغط على الرابط من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة. بعد الضغط على الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي يشارك معك فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية، ولا بأس أن أشارك معك بعض الأرباح لترى قوة ما نقدمه من علم، خصوصا علم المنطق في التداول. لاحظوا هذا الأخ أخوي البلوشي يحقق 300% في عملة رون وأب بي إي 220%، هنا قال يحقق 303%. لاحظوا كذلك هنا الأخ عادل يحقق 258% في البيتكوين، 71% في ار اس ار، 72% في البيتكوين. لاحظوا هنا كذلك في سوق الفوركس 614 دولار من صفقتين في ساشيف جي بي واي فرانك سويسري، إذا أرباح قوية الحمد لله. لاحظوا كذلك هنا سوق الفوركس أو الذهب 431 دولار من هذا الصعود القوي أخ علي. كذلك هنا هذا الأخ يحقق، لاحظوا كمية الصفقات، أربع صفقات كلها ناجحة 300%، 100%، 164 و41%، ويقول السلام عليكم أستاذ وسام يا أخي، الله يوفقك ويسهل أمرك، مشكور والله، اللهم آمين أخي الكريم، والفضل لله ثم إليك. لم أتشرف بأخذ الدورة التدريبية عندك، ولكن أتابع تحليلك اليومي يوميا من مدة 8 أشهر، تعلمت منك التحليل الموجي والبرايس أكشن، مشكور، وأسأل الله أن يزيدك في علمك. وهذا البعض من نتائج صفقاتي. الحمد لله، عفوا، لاحظوا هذا فقط البعض من نتائج صفقاتي، ويقول أتمنى أن تشاركها مع الإخوة، أقسم بالله أن هذا الأخ صادق، وأنا متابع فيديوهاته اليومية على اليوتيوب، وكل ما يقوله يحدث. أقسم بالله أنا لا أعرف الأستاذ وسام ولا هو يعرفني، ولست مشترك حتى في الدورة التدريبية لضيق الوقت عندي، ولكن أتابعه فقط يوميا على اليوتيوب وتعلمت منه الكثير الحقيقة. شكرا أخي الكريم على شهادتك، مبروك الأرباح، ولكن يفضل دائما التداول عن علم. لذلك ندعوك أخي الكريم إذا أردت أن تحترف أكثر عليك الاشتراك في عروضنا وفي دوراتنا، وهذا هو يعني العرض الذي نوفره لكم. كما تعرفون إخوتي الكرام دائما نوفر لكم عروض قوية تساعدكم على احتراف التداول، وهذا هو الغرض، أريدكم أن تكونوا متداولين محترفين تعتمدون على أنفسكم. هذا هو العرض، تحصل فيه على دورتي تحليل موجي وبرايس أكشن، 34 فيديو مسجل 34 فيديو مسجل، 25 ساعة من الأسرار، ولكن الأهم بالنسبة لي هو أنك تحصل على 3 أشهر اشتراك في قناة التحليلات اليومية التي نحلل فيها من الاثنين الجمعة كل أسواق فوركس كريبتو أسهم مواد أولية. هذه القناة بها مفاتيح الدورة، يعني إذا عندك الفيديوهات دون قناة التحليلات اليومية، الفيديوهات لا تساوي شيئا، لأنه لن تستطيع فك شفرة الفيديوهات. فك شفرة الفيديوهات تكون باشتراك في قناة التحليلات اليومية فقط، لا يمكنك أن تفك شفرة هذه الفيديوهات إلا قناة التحليلات اليومية. لذلك وضعنا كذلك 3 أشهر اشتراك في قناة التحليلات اليومية، كذلك مجموعة النقاشات، تحصل على 3 أشهر اشتراك في مجموعة النقاشات التابعة لقناة التحليلات اليومية، وهكذا تجد نفسك منضم إلى عائلة تساعدك تأخذ بيدك إلى أن تحترف بإذن الله. رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو، أول رابط. لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة العلم يعرف الكذب مباشر باليوتيوب، وصلنا إلى 7170 مشترك، يعني رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو. ثالث رابط، تحذير، التداول من خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو ذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية أن تم عن قراراتك. قناة العلم في الكذب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلبه منك تراقب
تقارن، تشاهد، وإذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عروضنا وإلى دوراتنا البيتكوين. البيتكوين قلنا انتبهوا، تم كسر تريند لاين وهذه منطقة تلاعبات. إذا حصلت على تصحيح مساوي لهذا التصحيح سنبحث عن النزول، وهذه لحد الساعة بنية تصحيحية تقول لي البحث عن النزول. كان هذا التصحيح في الأول لم يكسر القمة، ودائما نحن نفترض من التصحيح أن يكسر هذه القمة. الآن لدينا ريجولار فلات، لاحظوا كسر بتلاعب بقوة كما تلاحظون، إذا كسر بقوة، إذا هذه فرصة هنا في منطقة التلاعب للبحث عن الصعود، وأظن أنه إخوة المشاركين في دوراتنا التدريبية يعرفون هذا الأمر، منطقة التلاعب يمكن البحث عن النزول الآن، والآن مفروض أنهم محولين وقف الخسارة إلى بريك إيفن، وهذا نموذج ريجولار فلات، نزل من هذه المنطقة ممتاز، لم ينزل وصعد بقوة، لا مشكلة نستطيع البحث عن الصعود، لكن كما قلت وكما حددت يوم أمس منطقة للبحث عن الصعوديات المنطقة. إذا طالما لم أصل إلى مستوى 27338 دولار ليس هناك بحث عن الصعود، لن أستطيع البحث عن الصعود نهائيا، فبالتالي لماذا تبحثون عن الصعود من هذه المنطقة الشراء؟ تلاعبات، هذه تلاعبات، أنا حددت منطقتي، لا يمكنني البحث عن الشراء، وقلتها مرات ومرات إلا بعد أن يصعد السعر إلى هذه المنطقة ويصحح لكي أبحث عن الشراء، في حالة ما إذا كان هذا رانين فلات، إذا كان هذا رانين فلات ويريد الصعود لمرة أخيرة، فبالتالي لا زلت لم أصل التي كان المنطقة، إذا ليس هناك شراء، بكل بساطة ليس هناك شراء. طيب هل ممكن البيتكوين أن ينزل من هذه المنطقة ويكسر القاع ثم بعد ذلك يعود؟ نعم نعم ممكن، لماذا؟ لأن هذه الموجة ستكون على شكل W X Y X Z، وبعد الزد قد يكون هناك انعكاس في الاتجاه أو تصحيح أكبر من هذا ومن هذا. الفرصة الممتازة هي هنا في هذا التلاعب بريك إيفن، الآن منطقة الدخول، نزل قد ينزل ويعطينا هذا النموذج رانين ثم ينزل، إذا حدث هذا الأمر يمكن استغلاله. يعني لاحظوا معي هنا البيتكوين عندي هذا النموذج تصحيح هنا، وهذه حركة قوية، إذا نزل البيتكوين هكذا واستمر في النزول وابتعد وعاد وأعطاني هذا النموذج، هذه ستكون فرصة جميلة لك، أنت الذي ضيعت الفرصة الأولى هنا، إذا عندك استراتيجيات للبحث عن النزول، مع كسر القاع تحول وقت الخسارة إلى بريك إيفن. عندما أقول القاع يعني مستوى 26537 دولار، تحويل وقف الخسارة إلى بريك إيفن. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه الموجة ستكون على شكل W X Y X Z، وكما قلنا عند الزد قد نحصل على هذا التصحيح هنا، لأنه كذلك الموجة الكبيرة هي على شكل W X Y، كذلك هذه الموجة W X Y، فممكن تعطينا X Z. إذا لاحظوا معي البنية الموجة الكبيرة هي على شكل W X Y، عندما تكتمل ال Y قد نحصل على X Z، ممكن ممكن أوكي. كذلك إذا كان هذه البنية على شكل W X Y وال Y كذلك على شكل W X Y X Z ولازلنا في هذا الرنين، أي موجة دافعة تصحيح هي للشراء لكسر القمة، لا مشكلة في ذلك. إذا لازلنا في مناطق تلاعبات، لازلنا في مناطق مهمة، فبالتالي دائما نحن في تحليل الموجة وبريس أكشن نبحث عن البيع في المناطق التي سيبحث في الآخرون عن الشراء. هذه منطقة الدعم والمقاومة، لاحظوا يعني ما يقول، نحن لا نتداول الدعم والمقاومة، لكن هذه منطقة الدعم والمقاومة، عندما يتم البدء بالكسر بقوة الكل سيبدأ بالبحث عن الشراء هنا، نحن نبحث عن البيع هنا، نحن نبحث عن البيع هنا، نحن نتداول مع 5% الرابحين ولا نتداول مع 95% الخاسرين، فبالتالي الكل يبحث عن الشراء، انا سأبحث عن البيع، ليس ضدا فيهم لا، ولكن لاننا نفهم كيف يسير او كيف تسير هذه العملات، كيف يتم التلاعب بكم، نعرف مكان التلاعبات، مناطق التلاعبات، نعرف كيف يتم التلاعب بكم، اوكي، نعرف كيف يتم التلاعب بكم. اذا الان إذا كان هذا هو التصحيح سينزل البيتكوين لكسر القاع، سينزل البيتكوين لكسر القاع إذا كان هذا هو التصحيح فقط. كيف سينزل؟ هل سينزل برانين هكذا وينزل، أو سينزل هكذا مباشرة، أو سيكون هذا كونتراكت؟ ممكن كذلك، لذلك أفضل منطقة كانت هنا في البيع. طيب هل ممكن البيتكوين
يصعد بقوة الآن ويكسر هذه المنطقة. نعم، إذا صعد بقوة، إذا صعد بقوة، أكرر، إذا صعد بقوة وصحح سابحة عن الشراء. إذا صعد بقوة وصحح سابحة عن الشراء إلى أين؟ إلى كسر القمم مباشرة، ثم إلى $31,000، ثم إلى $40,000 إذا أتيحت لي فرصة، لكن لحد الساعة بنية هبوطية. هذا تصحيح للنزول صراحة لحد الساعة. وهذا ما قلنا، قلنا بعد كسر التريند لاين، إذا كان هذا ريجو، إذا كان هذا كونتراكتين، لأنه هذا نموذج تصحيحي كونتراكتين، وهو تصحيح صراحة، تصحيح واضح، فقد ينزل البيتكوين لكسر القاع، لأنه منذ مدة ونحن نقول هذا تصحيح صغير قد يتحول إلى هذا التصحيح وينزل بيتكوين مرة أخيرة، وتصبح هذه الموجة على شكل A B C للصعود لتقفيل هذه الموجة هنا. ولحد الساعة الأمور ماشية بالملي، يعني ماشية كما توقعنا. بعد أن تم كسر هذه القمة قلنا أوكي انتبهوا، سيتم تقفيل هذه الموجة، وحاولنا هنا وحققنا أرباح، ولكن اتضح لنا أن هذا تصحيح ليس بموجة قوية، فبالتالي يمكن اعتبارها تقفيل. وبعد كسر القمة قلنا انتبهوا، هذا سيعود سينزل، وبالفعل نزل لأنه تقفيل. والآن قلت لكم انتبهوا، هذا تصحيح صغير قد يعود لكسر القاع، قد يعود، لست متأكدا ولكن قد يعود، لأنه هذا تصحيح صغير مقارنة مع هذه الموجة. إذا عاد وكسر القاع هذا لا يعني انهيار البيتكوين. بعد الكسر يجب أن ننتظر ردة الفعل، إما تصحيح آخر كبير أو انعكاس في الاتجاه، فبالتالي سننتظر ردة الفعل هنا للبحث عن الشراء ربما لكسر القاع، أو للبحث عن البيع لكسر، عفوا، لكسر القمة، أو البحث عن البيع لكسر هذا القاع مستوى $15,000. لكن الآن على المدى القصير هذه بنية تصحيحية، هذه بنية تصحيحية، هل ممكن ينزل ويعود بصحيح ويعطيك تلاعب هنا؟ نعم، لذلك قلت أفضل منطقة هي هذه القمة، ومع كسر القاع وتحويل الخسارة إلى بريك إيفن، وكذلك مع كسر القاع نشوف ما الذي سيحدث، هل سيزيد في الزخم ولا لا؟ إذا زاد فسيكسر القاع، وإلا قد يكسر ويعود بموجة دفع تصحيح، سنبحث عن الشراء لكسر هذه القمة، ونحن نعرف أنه أوكي رانين، لازلنا في الرانين. أوكي، إذا انتبهوا، لازلنا في منطقة التلاعبات، دائما منطقة تريند لاين هي منطقة التلاعبات، لكنه كلما صحح هنا سيكون هذا جيد، وأتمنى أن يصحح أكثر سيكون جيد للنزول. كان هذا هو تحليل اليوم للبيتكوين كما ترون بأم عينكم، تحليل موجو بريس أكشن يثبت قوتهما يوما بعد يوم. استغلوا هذا العرض اخوتي الكرام اذا اردتم احتراف التداول بطريقه منطقيه والانضمام الى عائلتكم، عائله لنا الكذب، نحن عائله نساعد بعضنا البعض الى ان نصل الى مستوى الاحترافيه. لا تنسوا تفجروا لايك او طريقتكم اسفل الفيديو، ولا تنسوا تشتركوا في هذا العرض، رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو، اول رابط في صندوق الوصف كذلك لهذا الفيديو اول رابط. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.